السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المهارات اللي ممكن الواحد يتعلمها ويستفاد منها وتوفر معاه وقت ان هو يكتب بسرعة ومن غير ما يبص على الكيبورد، تمام؟ ففي الموقع ده بيساعدني في حاجة زي كده، التدريب يعني، حتى بعد ما تحترف الموضوع كل فترة كده ممكن تعدي عليه. انت مثلا هتبدأ تكتب، فبيقول لك ايه الزرار اللي هتدوس عليها، ويقول لك بقى دوس مثلا حرف الدي، بعد كده مثلا حرف الكي، بيبدأ يعودك كل شوية على بعض الحروف، بحيث ان انت بعد كده ما تبصش على الكيبورد، فده هيوفر لك وقت كتير قوي. انا مش شايف الزرار، بس وهكذا بيبدأ يطلع بيك مستويات، بحيث ان انت تتعود ان انت تكتب الحاجة من غير ما تبص على الكيبورد خالص، وده طبعا هيوفر معاك وقت كتير اوي.